كيف اصطاد الأمريكان عبد الناصر؟ طبقا لكتاب مايلز كوبلاند لعبة الأمم ذا جيم اوف نيشن، واحد حطه بعدد كبير جدا من رجالات الأمريكان لا يكلف في 10 عن أي وقت من الأوقات، وسمى منهم الدكتور حسين كريمة روزفلت وويليام روانتاري ومايلز كوبلاند. كل واحد بيدرس جزء معين وتفصيلة من شخصية عبد الناصر. إعطاء الشعور بأنه مركز السياسة العالمية، وبالتالي لا يخلو عدد من التايم ماجازين أو النيوز ويك أو الواشنطن بوست إلا وله ذكر في هذا الأمر. دراسة مفتاح الشخصية عنده بأن يبقى فيه حدث معين ويشوفوا ردة فعله بنعم أو لا كما يريدون هم. الحاجة التانية فرط الثقة الزائدة بأنه هو أذكى أخواته وأنه بيفهمه هو طايرة، فصار الراجل عنده غرور داخلي بأنه بيفهم أكتر من إيزنهاور وأكتر من لويد وأكتر من كريستيان بينو وأكتر من جي موليه، وإنه بالنسبة للمنطقة العربية كمال شمعون، نور السعدي، فاضل الجمالي، الملك حسين، الجنرال جلوب، كل دول أطفال عنده. مش بس كده، إنه درسوا كمان الشخصيات اللي حواليه من أعلى رتبة تحتيه إلى سائق السيارات وهو من المخابرات، كل دول بعناية وهو لا يدرك هذا لأنه عارف طبعا إن هو ذكي وإن هم مش هيوصلوا لدرجة إن هم يبقوا دارسين كل الناس اللي بيعملوا معاه. مايلز كوبلند يأتيك بنص صريح إلى الناصريين بأن ثورة يوليو كانت أمريكية بامتياز. عبد الناصر في 54 أكتوبر استقال ودخل في رئاسة الوزراء بعد ما خلص على محمد نجيب، ولنا فيديو موجود كيف اتعامل مع أولاده محمد نجيب، وصولا بعد كده إلى أنه هو يبقى يا سيدي يعني في رئاسة الوزراء، واخد بالك لغاية لما جت استفتاء اللي معمول ب100% اللي هو بتاع 23 يونيو 56 وتنصيبه 26 يونيو رئيسا للجمهورية سنة 56، نقطة من أول السطر في هذا الأمر. نرجع ليناير 55 وفي صد 178 لمايلز كوبلدن يقول بأنه هنري بايرود جاه بديلا لجيفرسون ماكافري، وقال لك أنه الراجل ده هيمسك بداله، فطبعا جابوا عبد الناصر وجابوا عبد الحكيم وجابوا حسن التهامي ومع السفير مع مايلز كوبلند عشان يتناولوا العشاء في بيته. الحاجة التانية ان هو كان فاتح مقر القيادة كما يقول الدكتور حسين مؤنس سبيل بالنسبة للامريكان يروحوا وقت ما هم عايزين، وممنوع حد من المصريين يقرب ناحية المكان ده كالعادة، لدرجة ان هم لما كان بيقعدوا معاه في العشاء في الفترة دي كان بيلعن حلف بغداد، كانوا سايبينه جدا موافقينه على الآراء بتاعته، وكانوا فاهمينه ان السبب في هذا الحلف والإصرار عليه ده من قبل بريطانيا، يلعن الأمريكان قدام الشعب والشعب يسقف له ويجي في العشاء يعني عنده شعور بان انا مسحت بهم البلاط ويتعشى معاهم والناس مش واخده بالهم ان هو بيتعشى معاهم. وصولا الى انه مقارنه كبيره جدا مع الالمان، حسين مؤنس بيقول لك ليه ما قفلتش حنكك في التل اول سنواتك في الحكم وما اتكلمتش كلمه في السياسه العالميه واهتميت بالداخل بتاعك زي كونوارد ايدنوار اللي هو الالماني لما استلم المانيا في سيخه متدمره قعد 8 سنين ما بيتكلمش في السياسه العالميه، لكن في المقابل ادى الحريه للشعب ومع القاده ومنهم اللي هو هولدفيتش اير هارف الاقتصاد الكبير اللي بنى اقتصاد المانيا مع القياده، صارت المانيا بعد ما كانت حطام مدن مزدهرة ومصانع كبيرة جدا. يقول الدكتور حسين انه الكلام ده عمل نوع من الغيرة عند فرنسا، فرنسا اللي كانت مع انجلترا ومع امريكا اللي دمروا المانيا، المانيا قامت وبقت دولة كبيرة جدا وبقى لها كلمة في السياسة العالمية، مش انت هتبقى ما عندكش حاجة ورايح تتكلم في السياسة العالمية حاطط راسك براس الناس الكبار، صعب قوي. بيقول فيها انه ديجول جاب قاعدة دستورية جديدة اعتمد على رجال الفكر ورجال العلم، وجاب اندري مالورو اللي هو رجل من الكتاب الكبار،
وبدأ الراجل ده كان عنيد جدا، وبيقول ان هو كان بيقف لديجول في كل حتة، وديجول كان بيقول له يا راجل انت خلينا في المصلحة، يقول له لا المصلحة في الحتة دي كده، وان انت راجل ناشف وعنيد ودماغك ناشفة. ويقول ان هو كان بيستضيفه في البيت الريفي بتاعه، تمام، وان المدام بتاع ديجول كانت تطهو الطعام، والكلام ده في مذكرات اندريه. وانت يجي لك واحد في وزير التربية والتعليم يرفض طريقة العمل اللي موجودة، ونتيجة ان انت عبد الناصر، وازاي وزير يرفض ان هو يعمل معايا اعتراضا على حاجات، تقوم ضربه برجلك كده ومنزل له خبر استقالة في سطرين. ولما حسين مؤنس رحمة الله عليه يسأل كاتب العصر ومخزون الذهني هيكل طبعا، ويقول له ازاي ان انتوا تنزلوا خبر استقالة راجل في سطرين، برغم ان الراجل كان عامل مجهود كبير جدا في التربية والتعليم، وان هو كان رافض البيئة والاشخاص اللي كان بيعمل معاهم، يقول له لا يستحق اكثر من ذلك. الاتهام بالخيانة. الناصريين دايما لما تختلف معاهم يتم اتهامك بالخيانة والعمالة والرجعية وطول ما انت ماشي، كما فعلوا مع مصطفى امين عندما اتهم بالتجسس لصالح امريكا، كما فعل بعائلة ابو الفتح، محمود وحسين اللي طلعوا بره هربوا، واحمد اللي حصلهم بعد كده 22 سنة بلا جنسية وبلا مال، مع ان هم كانوا من اسراء القوم. يكفيك انه مكان الجمهورية الان بتاعهم، وشركة الإعلانات الشرقية الطويلة العريضة كلها باللي فيها بحبل وبنبل وبكل شيء تم تأميمها من قبل الزعيم الخالد، نكاية فيهم برضو يعني، بالرغم ان هم أيدوا الثورة، بالرغم ان هم بلغوهم بانه الملك هيعين حسين سري اللي عارف اسماء ضباط اسماء ضباط بتوع اللي هيقوموا بالانقلاب، وعجلوا بدل اغسطس خلوها في يوليو. فالرجل له الفضل الكبير وليس خائنا. لكن يعني ايها الناصري، قليلا قليلا يعني، لما نيجي نشوف موضوع انه خالد الذكري كان يذهب الى لقاءات مع السفير ومعاه هيكل، وما كان من مايلز كوبلن اللي هو عمل لعبة الأمم ودرسوه دراسة قوية جدا حتى وصلنا إلى الفشخة الكبيرة في نكسة هزيمة 67، هل هيكل ما كانش باللقاءات اللي بيعملها مع السفير حتى هو بيتكلم في برنامجه في الجزيرة عملها؟ هل صلاح سالم لما يقولك بلاش نعينه عبد الرزاق السنهوري رئيس للوزراء لأن أمريكا مش راضي عنه في جزئية معينة، مش دي عمالة؟ هل من العمالة انه علي صبري اللي كان رايح جاي على السفارة حتى يزيد من أواصر المحبة والقربة والحب مش عمالة؟ هل الاتنين مليون دولار اللي خدتوهم عملتوا بيهم البرج بتاع القاهرة وإذاعة صوت العرب اللي بعدت تشتمهم بعد كده مش عمالة؟ هل إبراهيم عبد الهادي لما يصدر عليه قانون بالإعدام ثم يتم الاتصال من السفارة الأمريكية بأنه أنتوا عايزين تعملوا إيه، ده هو اللي شال الإخوان وهو اللي حل الجماعة، تكافئوه بكده؟ فيجتمع مجلس رئاسة الوزراء ويتم تخفيف الحكم، مش دي عمالة؟ ولا أنتوا بتكيلوا بمكيالين؟ سلام. في الحكيم راجل مسرحي كبير، ولد سنة 1898 توفي سنة 1987، له يعني باب لوحده في موضوع المسرح، يستمد الأصالة بتاعته من إن هو يعود إلى التراث ويأتي بمزج كبير جدا من عمل، بيكون عمل متكامل وجديد في بابه. بعت رسالة لخالد الذكر فيما يخص هيكل بأنه جعله يكون كل الأعمال بتاعته متوجهة إلى الأهرام وحله من الأعمال التانية. ما عجبوش الكلام خالد الذكر وخد الورقة وأهملها وانتهينا على كده. وفجأة لطف الخولي اللي كان ماسك الطليعة اللي هي كانت لسان التنظيم الطليعي، الحزب اللي كان منفوخ وطار لما تيجي تنفخ فيه، زي ما قال هيكل في كتاب فؤاد مطر انه ما كانش له اي اساس الاقامة عليه، ومع ذلك برضو اللوكلوك بيتكلم كتير، وهذا باعتراف هيكل. الراجل ده هو ومراته وسكرتيرة هيكل وجوزها قاعدين فقالوا الكلام ده، فالمخابرات سجلت، فذهب الكلام لعبد الناصر، وكان هذه الرسالة دي سرية وفي طي الكتمان وفي العدم، أصبحت كده في أربعة بيتكلموا عليها، هاتوهم. سامي شرف يصدر كتاب للنيابة العامة، النيابة العامة
تجيب الجماعه وتحقق معاهم وتحطهم في السجن لمده 6 أشهر عقابا لهم على ان هم يتكلموا على حاجه كانت في طي الكتمان من بين توفيق الحكيم الى عبد الناصر. تحياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في المصادرات تاخد بالك قبل 54 كان في اجتماعات كبيره جدا تشمل النخب اللي موجوده، وعملوا مجموعه من القوانين كان برضو بالنسبه للبشوات الناس اللي تمتلك الاراضي اليامه وكلام من ده والمصانع ومش عارف ايه، ان احنا نعمل ضرائب تصاعديه على الدخل، وان احنا بعد 10 سنين الاراضي دي تتصرف بالبيع او بالهبه. وتوقف الامر بعد 54 لمجيء خالد الذكر، واللي كان زي ما قال عكاشه ذكائه فوق المتوسط 140. فنعمله ايه؟ نطبقه بقى مواضيع شويه شويه كده الاشتراكيه، نأمم ونصادر كل املاك الناس دي ونديهم معاشات بسيطه وخلاص الدوله تبقى مملوكه للحاجه دي. وبعدين يا صاحب الذكاء ابو 140 زيرو، نطلع نقول لهم انا مش لاقي اوكلكم، انا مش لاقي اجيب اللحمه، انا مش لاقي نجيب لكم عمله صعبه، انا مش لاقي، انا مش لاقي، انا مش لاقي. طب وكان ايه لازمته؟ كان ايه لازمته؟ 3 اسماء اتكعبلت فيهم بالنسبه للناس اللي هم عصاميين بدأوها من الصفر. اذا كان اولى وانت بتصادر ان تنظر نظره موضوعيه للناس اللي هم مصريين خلص وخدمين البلد وعاملين مشاريعهم، دول تعال عليهم يعني، خليهم اكسب منهم، خليهم يبنوا ويستثمروا. لا ده 140 زي ما قال احمد وكاشه، فازاي محمد حسن العبد ده كان راجل بدأها من الصفر في موضوع البناء، من الصفر، يعمل شتاء ويعمل صيفا، يعمل في كل التوقيتات، والعملية زيرو، تمام، من الزيرو لغاية لما ربنا أنعم عليه وأصبح عنده شركة مقاولات كبيرة وبدأ يشتغل في الطرق، بدايته في تنفيذ الحاجات بتاعة الطرق والكباري، وعمل شغل جامد يعني. والشركة بقت مساهمة 51 وتم تأميمها سنة 61، وما زالت تعمل الآن تبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ولو دورت هتلاقي بيانات كتير عليها وتشتغل في مجالات كتيرة. تصدرها ليه؟ خش بقى على مين؟ على محمد فتحي عبد العال، دكتور عمل كده ايه كتاب كده تكلم فيه عن رقم 2 عبد العزيز رضوان، اظن مقال منشور 13/2/2023. عبد العزيز رضوان ده من الزيرو برضه، من الزيرو، حمال باين في السكة الحديد، وبعدين في الأصغر كان من تلبيزة محمد عبده، مواليد 1880، وبعدين طلع اشتغل في الترمس والبطيخ والتلج، وبعدين اشتغل في القطن، كسب، اشترى بيت، خسر، باع البيت، سدد ديونه، راح للخواجة أوربيب اللي كان عنده محلب القطن فيها، اداله 400 جنيه، كسب 5000 جنيه، الدماغ اشتغلت، راح رايحين هو واخوه على سواكن في السودان، فبداوا يجيبوا القطن ويحلقوه ويصدروه ليفربول، ويصدروا البذره لحته اسمها هيل لتصنيع زيت الزيتون. شوف شوف الشغل، اقتل الناس دي، تقتل الناس دي، يعني مش عارف الدماغ ال 140 الذكاء فوق المتوسط ايه ليك، عملت ايه يعني لما انت خدت فلوس الناس دي؟ وراح زيرو. وبعدين بدأ بعد كده يمصر بقى الرأسمالية الوطنية، فاشترى المحلج من أربيب، وبدأ يعمل مصانع بقى، وبدأ يزود في هذا الأمر، واخد بالك، وبدأ بقى الراجل يعني عمل حاجات كتيرة جدا في الزقازيق، ومعروف، والمسجد موجود والمدرسة موجودة. الملك فؤاد جه افتتح المسجد، وضع حجر الأساس، وجا عنده وشاف المصانع بتاعته، وقلنا عليه بالبشوية سنة 38 أظن يعني. التالت عماد نايف، ده بني مستشفى في طنطا، والمنطقة بتاعته الآن على المسمى الاسم بتتاجر في المخدرات وعشش وكلاب وحاجة سيئة يعني، لكن هكذا يعني، تمام. عماد ده راجل كان عمل مصانع في الزيوت والمعاصر والكلام ده كله، والدنيا مشت معاه وزي الفل. برضو ازاي 140 يسيبه؟ لا، ذكاء في المتوسط، أنا حضر لكم العملية، أنتوا ما تعرفوش حاجة، أنا فهلوي، أنا شاطر جداً، انا جامد، انا مش عارف ايه، لغايه لما راح خدوا الحاجه طلعوه لبيروت، يا مولاي كما خلقتني، معهوش ولا مليم. بدا يشتغل في بيروت، فعمل برضه المصانع، والدنيا زهزهت معاه، اصبحنا احنا بنستورد
حاجاتنا من بيروت من عند شركات عماد نايف. طب ما كان يقعد جوه البلد ويعمل هو ويفيدنا ويصدر بره ويجيب لك عملة صعبة اللي انت كنت بتشتكي منها. وهكذا عندما يعني تكون تحت قيادة واحد ذكائه فوق المتوسط زي ما قال أحمد عكاشة 140. تحياتي. يعني لما تيجي تناقش ناصري في مسألة حرب السويس 56 هيقولك ان احنا ما كناش هناخدوا القناة. قول له لا، احنا كنا هناخدوا القناة بموجب القانون الدولي بعد اقل من 10 سنوات ما كناش دخلنا في حرب ولا تعويضات. هيقولك لا، ده احنا كنا عايزين نأمموا القناة عشان نشتغلوا على بناء السد العالي. قول له اللي مول السد الروس مقابل الرز والبصل والقطن من عرق الفلاح المسكين اللي تاني يدفع ضرائب الزعيم خالد الذكر. هقول لك لا والله، ده احنا كسبنا بعد سنوات ب 600 مليون جنيه ودفعنا 100 تعويضات فاحنا طلعنا 500 مليون جنيه. هتقول له راح في الموضوع ده 3000 مليون جنيه في معدات حربيه لم يتم استخدامها بشوكها بعلبتها جديده والاسرائيليين خدوها وباعوها لدول افريقيه. هتقول له تكلفنا بقرار انفرد بيه الزعيم الخالد، انفرد بيه هو وهو مسؤول امام التاريخ في هذا الامر، علشان يبقى عندك عشرات الاف الجرحى والقتلى شهداء. طبعا هتقول له ان في مصافي اللي هي البترول انضربت في المنطقة دي وتخلينا عن اراضي ومدن وقرى. هيقول له ان انت تكلفت ملايين الجنيهات في تطهير القناة. هتقول له ان احنا اتحرمنا في التعامل مع القوافل العابرة وتحرمت المدن دي من ارزاق كانت بتجيلها للمقاطعة وما تمش الامر ده الا بالشهيد انور السادات رحمة الله عليه بقراره في اعادة القناة للملاحة سنة 75 للعرب والاجانب واعادة تدوير القناة مرة اخرى. ده عشان تعرف ترد عليهم ازاي في قضية السويس 56. تحياتي. القناة موجودة على فيديوهات طويلة. وصلنا لحلقة رقم 11. اشترك في قناة على اليوتيوب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكذلك اشترك في حسابنا على التيك توك ان شاء الله لكل ما هو جديد. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر الشيخ محمد الغزال يقول: من مقابح الاستبداد اسلوبه الشائن في اهانة اهل الكفايات وترجيح الصغار وتكبيرهم تبعا لمبدأه العتيد: أهل الثقة أولى من أهل الكفاية، فمن هم أهل الثقة؟ أصحاب القدرة على الملق والكذب اللهثون تحت أقدام السيادة التربية الإشانة أو التقاطا لغنيمة. وهذا الصنف الخسيس من الناس هو الذي يؤثر به المناصب ويظفر بالترقيات وتطفى عليه النهوض ويمكن له في الأرض. وأما أهل الخبرة والرأي والشرف والعزم كل دول تأخذ بالك فإن فضائلهم تحسب عليهم لا لهم، وتنسي لهم الأكفان بدل أن ترفع لهم الرايات. يقول: والويل لأمة يقودها التافهون ويغزى فيها القادرون. محمد الغزالي 1917-1996 رحمه الله. السلام عليكم.